السؤال هذا لفاتي معكم حبيبتكم هي اللي تحكم قد الدنيا. الموضوع تاع اليوم حبيت نقولكم السيرفيز اللي هي راح نقدم برنامج مع ثلاثة نسخ دخيل فغات عروة. أنا رابعة. خلوهم هم مفاجأة. هذا البرنامج راح يسموه في وهران، معناها غادي يتصور في وهران، ويعني كيف في وهران معناها غادي نشوفوا فيه كاع صوالح اللي تميز بهم وهران، صوالح الناس تاع وهران، هضرة تاع وهران، كاع صوالح اللي خبايا وهران. أنا نقول لكم نتمنى تكونوا في المتابعة، غادي يعرض في قناة دي تي في. حاجة واحدة أخرى حبيت نقول لكم، إذا عندكم أي أسئلة مخلوهم في لي كومنتير، وما تنساش إذا كنت جديدة معنا ولا جديد معنا دير أبوني في هذيك الحمراء. نقول لكم نحبكم، كانت معكم حبيبتكم هي اللي تحبكم قد الدنيا. دي هي وراها دي هي خلاص اوكي نشوفوا دي هي وراها وراكي هنا كي في استوديو تصوير شوفوا كان خلفيه خضراء هذا تاع دي هي تلعب بهم تجيبوا كتابات تخيل صوروني كيما هكا دد 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 فوالا تبدا ما بين الحمام لا جيش فوالا كاين خلفيه مورالية خلفيه خضراء اللي انا يا ندير نشوف بها تاعي اسفل لي بدا تاعي نحط كاميرا تاعي من الفوق نحط كاميرا تاعي توجور نحط الكاميرا تاعي وندير لكم فيديو باني فرحانه باسكو معايا ناس ملاح ما تشوفوا لكم شكون سيربرايز ونقدم تحيه بزاف لهاد الناس وسيرتو الياس هو اللي راه هنايا ولا معنا ها قلت لي قوليلي معنا مريم كراشاشين اللي هي تركيا اللي اسمها دي هي لقات صعوبه باش تحضر كراشاي مريم كراشاي هذه البنت الوهرانية اسمت البنت الوهرانية بسيطة معكم دي هي اسمت لكم بنت العفوية بساطة على البساطة بسيطة درجة الهبال بسيطة درجة انك ما تبقاش انها هكا المهم اليوم غادي نحكي لكم حاجة دوكا انا كنت نقرا فيهم قراتي قدمتي غادي قراتي راك جاي طلعك جاي كنت قرا فيهم اي جا واحد مهبول جا حدايا اي انا غير شغل قعدت نورمال ما قعدت نورمال باسكو واحد الشيء انا ما فاشوكه ما قلت له شري انا قعدت نورمال كيما هكا مسكين قعد نورمال عاقل ما دار والو حطيتها كاريطه قعد كيما هكا ما خرجش كاع فيا جا واحد مول كيما كيما هكا طاكسيور هو اللي ديرو جري ايماجيني هذاك الانسان اللي يقولوا الناس عليه مهبول في الحقيقه كان في قمه الاحترام ما دار لي والو ما تمسنيش كاع ما طابش شويه ولا قيمني مي هذاك الانسان اللي حنا نقولوا عليه بعقله هو اللي كان يدير وجهي فيا وكان ماشي يدير وجهي فيا انا وحدي وانما في السير كان يدير حاجه يسموها الازدحام لقيتك مع مريحه وي الوغ جا مع داك الناس اللي راح حكم الكاميرا وما بانش اللي غادي يوري روحها ولا لا وثاني راه معايا خويا روح 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 السلام عليكم مرحبا بكم توجو معكم ديديا واللي ما راحش تولي معكم تفهمنا لازم تختار غادي نعرف لكم روحي معكم بالقاسم عبد القادر ديجا عرفتوني في برنامج الشباب الخير وان شاء الله راح تعرفونا مجددا في برنامج جديد معكم بيوهران معكم من مريم ميعاودي نرسل لها تحيه كبيره كذلك ديها خليكم معهم كتشارك ميرسي الوغ هذه هي بتيت فلوغ درت لكم حاجه صغيره شابه وقول لكم ميرسي على اللي تبعت وبصح حتى دخلت خلينا ندوق من الشعر انا عندي في الشعر في نتاع عمي شعر ما فيش عارف في الشعر في الشعر ما فيش عارف في الشعر قولوا لي هيا نخلي العمش ساعة نخرج عاد قعدوا نهضروا عاود خلوني ندخل غير نعاود نهاجت قلت لك مكان وين مكان وين تهدروا فيا بارك هما خلوني نختم صغير خدم شعري خرج حاجة طول دوير الزومي يا شنسيت نسيت لي لونتي تاعي كشفوها سيت لونتي تاعي ما درتوش سكوب حصري دي هي فضيحة دي هي بلا عينين لفيت ما عرفتش دي هي بلا عينين
هيا هيا ليتس جو هيا راني عايط ورا ما عايط هيا كملتوا واحد سي بون صبرنا دكا كنا نتصبروا وكملنا ونتمنى تصاوري يخرجوا شباب وعندي ثقه في الياس اللي غادي يخدم مع ما شاء الله بس هو محترف ومبدع ثاني فوالا سي بون كملنا وقدرت كيما هكا ضحك درت لي بوش اللي متبهلت شويه فوالا انا رحنا نعطي البابي مشوار كاش حاجه جديده راني نقول لكم باي هادي الفوكس ايه هبلوها مسكين عيات عيتي نعم شويه حاجه اخرى نقول لكم نتمنى لكم كل خير احلى سعيده وواقع اسعد تصوير بلدي الفيديو غادي يتحط في الفيديو باي